Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Marfa. Aujourd'hui, je vais te chercher Koumaya, comme c'est la période de la cipouille, voilà, où beaucoup de gens me demandent à fouche qui fait chiter Bora. J'ai tenu l'idée de dire comme la préparation de ça d'une manière benina ou sehla. Donc, on a fait le mois d'octobre, la période de la cipouille, voilà. ديت واحد 500 غرام تاع لا سيتروي حبه تاع بصل دو بيمون روج حارين ثوم واحد 7 ولا 8 تاع الثوم حبه تاع طوماطيش فلفل عكري الملح الزيت تاع سونغو لو بوافر توت فاصون ما تسحقش بزاف تاع لي زانغريديان ديريكتومون حبيت نطيبها بهذه تاع الطين هذه تاع الطين تجي بنينه مليح ديريكتومون نبدا ندير عليها شويه تاع الزيت فوالا نص كاس باسكو هي تحب شويه تاع الزيت لا سيتروي نشطها حيت لها داك الزريعه نديرها هنايا نزيد البيمون هاوليك نزيد مراتي ديريكتومون داخل البصل وتجي فريمون بنينه بالكسره تاع الطاجين تاع قبايل هنايا في لابيريون هادي نبروفيتيو نديروها بزاف دونك سي بور سا جاتني ليدي نديرها لكم لا بيبار دي جون الله ما يعلم بالهم كيفاش يطيبوها كوم انايا لاشين تاعي تاع لي ديبيتون نعاونو الناس اللي ما يعرفوش يطيبو جزنا كاع على لا بيريود هادي نبارطاجيو معاهم لي زاستوس تاع لو غومير فوالا دوك ندير الثوم هاوليك تي نورمالمون تطيب بالحول تاعها ما نديرلوهاش ني الما ني ريا ابتي فو نديرها هذه بالقدره تاع الطاجين تاع الطين هكذا اللي تجي بنينه هاوليك و تطيب رابيدمون ميم با نص ساعه تلقاوها طابت هاوليك درت هذا الملح نص معلقه الفلفل العكري هاوليك دوك نحطها فوق النار هاوليك نحطها فوق النار نخليها تطيب بوندون نص ساعه ومن بعد نوريلكم لا سويت ا توت ا لور هاوليك نوريكم الريزولتا فينال تاع لا سيتروي ولا كل واحد كيفاش يقولوا لها كاين اللي يقولوا لها القرعة الحمراء حنا يقولوها تخسيف حنا في القبائل دونك هاوليك دا طبت بالماء تاعها هاوليك ندي اوديري كي الزبدة ما درت لهاش ني الماء ني ريان دي تو الما بخي 30 مينوت اكزاكتومون الما بخي 30 مينوت دونك ندير لها شوية تاع زيت الزيتون فوق الفوق حنايا هكذا نديرو لها شوية تاع زيت الزيتون وتاني باش نقول لكم اللي كاين القرعه ماشي حلوه مره هذيك كي تجي على فان باش تطفي لها النار ديري لها اون كويير تاع السكر تاع السكر هكذا ديريها الفوق باش تجي حلوه اللي يحب يعني الحلو دوكا نسقي لكم شويه باش تشوفوها هاوليك نسقي لكم شويه برك باش تشوفوها كيفاش جات ولا غير الزبده ومن بعد ولحيا ناربي نسي ندير لكم تاني القرعه في بركوكس والله غير تري بون روسيت يحبوها كاع ولادي هاوليك انا نحب الحر دونك ندير لها الحر سورتو كي طابت هذا في طاجين تاع الطين نزيد لها شويه تاع زيت الزيتون ما نقولكمش والله غير اون تري بون روسيت و ديليسيوز و واش نقول لكم بون ابيتي والسلام عليكم وابونيو في لاشين ديالي على بروشين روسيت ان شاء الله عليكم بقاو على خير